الهندبة، يسمى الهندبة، سبحان الله يخرج برعم، لكن داخل البرعم وردة صفراء بدايتها، شوف كما نشوف الآن، طبعا ما تفتح سبحان الله، لأن فتحت يصير آخر الأصفر هذا ريش، هذا البذور سبحان الله تطلع ريش، شوف كيف نشوف نشاهد، طبعا يخرج منه مادة لبنية لو لاحظنا، شوف شوف كأنه الحوة ورقة، لكن من البطن بنفسجي كما نلاحظ الآن، البطن بنفسجي ما في مادة لبنية كما نشاهد الآن، طبعا يوكل علاج البروستات وال ايضا لقتل الجراثيم بالبطن وغير ذلك، يعني يستفاد منه كثيرا.